من جديد أهلا بكم في شير. ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو لثنائي من منتخب مصر المشارك في بطولة العالم للكاراتيه في سلوفينيا، حصل على المركز الأول والثاني على مستوى العالم، ولكن لم يكن هذا حديث المستخدمين عبر منصات التواصل، بل ما فعله الثنائي المصري من رفعهما لعلم فلسطين رداً على ما قام به صاحب المركز الثالث برفع العلم الإسرائيلي. لنشاهد هذا الفيديو ونعود إليكم. وفي نهاية القصة يبقى الشعب المصري والفلسطيني شعباً واحداً وأمة واحدة. أعظم من لمس كرة القدم على مر التاريخ تنافسا محلياً وقارياً وتصارعا على البطولات والألقاب الفردية والجماعية كافة، وحقق الكرة الذهبية 12 مرة، والآن ومع اقتراب النهاية الكروية لكل منهما أصبحا يتنافسان في مجال جديد وهو لعبة الشطرنج. منصات التواصل الاجتماعي ضجت خلال الساعات الماضية بهذه الصورة: الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو في حملة إعلانية لأحد بيوت الأزياء الفرنسية الشهيرة. فنشر الثنائي الصورة عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل وكتبا عليها: النصر هو حالة ذهنية. لنشاهد كواليس تصوير الإعلان ونعود إليكم. الصورة حققت أرقاماً مذهلة عبر حسابات الثنائي على منصات التواصل، فعلى حساب ميسي على إنستغرام حصدت حوالي 24 مليون إعجاب، بينما كسرت حاجز 30 مليون إعجاب على صفحة كريستيانو رونالدو. ولكن ماذا عن حركات لعبة الشطرنج التي ظهرت في الإعلان؟ لم تكن مجرد صورة، بل هي تعود لأحد أشهر مباريات الشطرنج شهرة، والتي أقيمت في عام 2017 وكانت بين مانيوس كارلسون وهيكارو ناكامورا، وانتهت بالتعادل رغم الإعادة لثلاث مرات. كأس العالم 2022 انطلق خلال الساعات الماضية، ومن المحتمل أن يكون آخر مونديال يشهد مشاركة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. فبرأيك عزيزي المشاهد، هل ينجح أي منهما في حصد اللقب الأغلى في مسيرته الكروية؟